السلام عليك. اليوم هذا عندنا البيت تشطيب. البيت تتكون من 3 حمامات واريات خارجي. تعال. هذا عندنا التواليت الخارجي. مغسلة. طبعا الخلاطات قروية. والفلاش قروية. تعال. هذا الحمام الخارجي. خلاص خارجي. هذا عندنا وقت يعني من سوقنا صار عندنا غلط بالحمامات وصار عندنا نقص فاشتغلنا مال الحمام سويناه تشطيب. هذا المطبخ عندنا عارض هاي الخضار. نعتبر السالفة هو الطماطم. هذا هاي المغسلة حمام الخدمي. إذا هنا راح صرنا قاطع. قاطع جامع. مع الرسالة. ولا اوتوماتيك معانا. تصفر. هذا عندنا هنا الشقف مال الملابس. هذا عندنا الشبكة. هم خلاطات. هنا خلاطة عندنا الايجي خلاطات الداخلية. هذا عندنا الحمام الداخلي. عندنا هاي المغسلة. عندنا هذا القفل الزاوية صار فيه اشتباه. عندنا شو اسمه الغباقة مال الغربي كهربائية تشتغل لان هذا شغل كهربائي. تغيرنا من هذا عندنا زوجنا هذا دفع من هي هذا عشان حمام الخارج الطابق الثاني أجرمت الخلاطات اللي يجي هذا على أساس أنه خلاط خارج على أساس هذا نفس الشيء عندنا الأقباط مال الغربي كهربائي فصار عندنا تغيير فهذا مكان ما نخلي قبق كهربائي خلينا نطبخ نعطي ماذا صار؟ وش